القوات الإسرائيلية تقترب من بوابات مستشفى الشفاء في غزة وسط تغطية نارية كثيفة. أنباء عن جهود أمريكية جديدة يقودها كبير مستشاري بايدن لبحث إطلاق سراح المحتجزين والسماح بدخول الوقود إلى غزة. قتلى في اقتحام إسرائيلي لمدينتي جنين وطوباس في الضفة الغربية، وحماس تتحدث عن تغيير بمسارات التوغل في غزة. بعد تعليق مؤقت معبر رفح يستأنف عمله اليوم بالسماح بعبور أصحاب جوازات السفر الأجنبية والمصرية إلى الجانب المصري. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المتواصلة في يومها 36. نبدأ مع آخر التطورات، حيث أفاد مراسل الحدث بأن الجيش الإسرائيلي بات على مقربة 100 متر من البوابات الرئيسية لمشفى الشفاء الذي يفرض عليه حصارا محكما ويمنع أي محاولة خروج من المباني التابعة له، وذلك وسط تغطية نارية كثيفة وحركة كثيفة للطائرات بدون طيار فوق المشفى. وأفاد المكتب الإعلامي لحركة حماس بتعذر إحصاء القتلى في غزة خلال 24 ساعة الماضية بسبب حصار الجيش الإسرائيلي للمستشفيات واستهدافها المتكرر. وأوضح الناطق باسم المكتب أن حصيلة ضحايا هجمات إسرائيل تجاوزت 11,000 قتيل، من بينهم أكثر من 8,000 طفل وامرأة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 28,000 جريح. هذا وقد وصفت منظمة أطباء بلا حدود الوضع الصحي في غزة بالكارثي بعد قصف مستشفى الشفاء. في الأثناء أكد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية أن انقطاع الكهرباء أدى إلى وفاة 8 أشخاص حتى اللحظة كان من المفترض إجراء عمليات لهم. وأوضح أبو سلمية أن المستشفى يفتقر لكل المقومات اللازمة للعمل أهمها الكهرباء، مشيرا إلى توقف معظم الأقسام عن العمل. ولفت مدير مجمع الشفاء الطبي إلى أن القصف لا يزال مستمرا بجوار المستشفى وبشكل عنيف، وهناك قذائف وصلت إلى قسم محطة الأكسجين وأكثر من مبنى داخل المستشفى. كذلك أعربت منظمة اليونيسف عن قلقها إزاء ما قالت إنها تقارير تشير إلى وفاة أطفال خدج نتيجة انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء في قطاع غزة. ودعت المنظمة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، قائلة إنه يجب حماية المستشفيات والأطفال. أما المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري فقال إن حماس فقدت السيطرة في شمال غزة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القضاء على كل قدرات حماس سيستغرق الكثير من الوقت. واعتبر هاغاري إن الجيش الإسرائيلي لم يستهدف مستشفى الشفاء بل يهاجم مسلحين حول المستشفى، مشيرا إلى أن الجيش سيشارك في إجلاء الرضع من مستشفى الشفاء بغزة اليوم الأحد. حماس بنا تشتيت نواصل بذل كل الجهود من أجل تدمير حركة حماس وقدراتها. هذا الأمر يتطلب وقتا طويلا، إذ أن حماس قامت بإنشاء العديد من البنى التحتية والعسكرية، ومع ذلك نحن مصممون على تدمير هذه البنى حتى النهاية. لقد فقدت حماس سيطرتها في شمال قطاع غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية، أكثر من 200,000 مواطن غادروا شمال قطاع غزة، وهذا ما يمكنه أن يخدمنا كجيش في هذه المهمة لتصفية مقاتلي حماس. اللي هو اشهد في المقبرة وكذا. العكس ده. ايوه كنا
ومع انقضاء أكثر من شهر على الحرب على غزة، خطر جديد يهدد حياة آلاف الأطفال في القطاع، متمثلا بنقص مادة الحليب والتي عزاها الغزيون إلى عدم وصول المساعدات وإغلاق المعابر، مناشدين العالم أجمع بإيقاف الحرب وإنقاذ أطفالهم. على حليب لطفلي مش لاقي بكل الصيدليات، هذا السبب استمرار الحرب وإغلاق المعابر، وأنا بناشد كل الدول يوقفوا الحرب لأنه طفلي أطفال غزة كلها حتموت من قلة الحليب. أصبح عندنا اللي هو الحليب الأطفال على النفاذ، هذا مهدد حياة الأطفال في خطر، قصف المستودعات وإغلاق المعابر، فأصبح هذا هنا يهدد حياة الأطفال في خطر. وقد ناشدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التدخل الفوري والعاجل لحماية مستشفى القدس، الذي قالت إن الدبابات الإسرائيلية أصبحت على بعد 20 مترا فقط منه وهي تطلق النار مباشرة عليه. ودعت الجمعية لحماية الأطقم الطبية المتواجدة في المستشفى و500 مريض وأكثر من 14 ألف نازح. واستنكر بيان الجمعية محاصرة وقصف الدبابات الإسرائيلية المستشفى ما تسبب بعدد من الإصابات وحالة هلع وخوف بين صفوف النازحين الذين غالبيتهم من الأطفال والنساء. قال الجيش الإسرائيلي إن نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي اعترض هدفا جويا تسلل من قطاع غزة إلى جنوب إسرائيل. وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن صفارات الإنذار انطلقت في سديروت وبلدات بجنوب إسرائيل للاشتباه في تسلل طائرات مسيرة. من جانبها أفادت كتائب القسام أن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع الآليات الإسرائيلية في غزة تجبرها على التراجع وتغيير مسارات التوغل. وأشار الناطق باسم كتائب القسام إلى أن مقاتلي الحركة قاموا بتدمير أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية منذ بدء هذا الهجوم البري على غزة. نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن بريت ماكجورج كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن من المتوقع أن يزور إسرائيل ودولا بالمنطقة هذا الأسبوع لبحث جهود إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة. وذكر الموقع أن ماكجورج من المتوقع أن يتوقف في بروكسل في طريقه إلى الشرق الأوسط، وذلك من أجل التنسيق مع حلف شمال الأطلسي الناتو وحلفاء أوروبيين بشأن حرب غزة. وأوضح الموقع نقلا عن المسؤولين أن من بين الأفكار قيد المناقشة إطلاق سراح حوالي 80 امرأة وطفلا محتجزين لدى حركة حماس مقابل إطلاق إسرائيل سراح نساء ومراهقين فلسطينيين محتجزين في سجونها. ونقل عن مسؤولين إسرائيليين نقل عن مسؤولين إسرائيليين أن الصفقة التي تجري مناقشتها من الممكن أن تشمل أيضا السماح بدخول الوقود إلى قطاع غزة، غير أنه ذكر أن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين أشاروا إلى أن الصفقة ليست وشيكة ولكن المناقشات بشأنها ما زالت مستمرة. أفادت القناة 13 الإسرائيلية بوجود مفاوضات متقدمة لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى بأعداد كبيرة من دون الجنود الإسرائيليين، فيما كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن وفداء إسرائيلية رفيع المستوى وصل إلى القاهرة لبحث صفقة التبادل.
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تقديرات أمنية إسرائيلية ترجح أن يكون معظم المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة موجودون في مناطق جنوب القطاع، وأن التقديرات تشير إلى أنهم كانوا هناك حتى قبل بدء الهجوم البري للجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري قال إن عدد المحتجزين الإسرائيليين في غزة هو 239 شخصا، وتم إبلاغ عائلات جميع المحتجزين. وللوقوف عند آخر التطورات فيما يتعلق بهذه المباحثات حول إطلاق الأسرى من كلا الجانبين، ينضم إلينا من القاهرة رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور سمير غطاس. أهلا بك دكتور مرة جديدة برفقتنا في هذه التغطية المتواصلة لليوم 36 حول حرب غزة وإسرائيل. وفقا لموقع أكسيوس، بريت ماجورج وهو كبير مستشاري الولايات المتحدة الأمريكية من المتوقع أن يزور إسرائيل ودول من المنطقة، علما أن هناك وفدان رفيعي المستوى أو رفيعا المستوى من إسرائيل ذهبوا إلى مصر بالإضافة إلى قطر. آخر المعلومات ويعني ما يمكن استخلاصه مما حدث لغاية اللحظة. يعني هو بالتأكيد المعلومات صحيحة فيما يتعلق بوصول وفد إسرائيلي رفيع المستوى أمني إلى القاهرة منذ مساء الأمس، وكان هناك وفد برئاسة مدير أو رئيس الموساد في قطر اجتمع مع رئيس CIA مع رئيس الوزراء القطري، والمباحثات تدور حول صفقة كبرى لإطلاق الرهائن في قطاع غزة. ما زالت إسرائيل على موقفها الرسمي على الأقل، رئيس الوزراء نتنياهو يتعنت كعادته ويطالب بالإفراج عن جميع الرهائن دون شروط ودون أن يدفع ثمنا لهؤلاء، لكن أنا أعتقد أنه سيضطر في النهاية إلى الرضوخ لكثير من المسائل والاعتبارات. الولايات المتحدة تعرف أن الوقت ينفذ وأن ضغوطات داخلية كبيرة بدأت تتضخم وتتعاظم داخل الولايات المتحدة نفسها وحتى داخل الحزب الديمقراطي، وفي كثير من العواصم شاهدنا بالأمس مظاهرات مليونية في لندن وفي عدة عواصم أخرى، وأيضا داخل إسرائيل، وهذا هو الحدث الأهم، أنه داخل إسرائيل هناك مظاهرات حاشدة تطالب بوقف إطلاق النار والكل بالكل وتطالب بتبادل صفقة التبادل. أريد أن أضيف هنا أنه معهد اسمه معهد لازار أجرى بالأمس استطلاعا للرأي أظهر أن نسبة فوق 50% من الإسرائيليين تطالب بوقف إطلاق النار وإجراء تبادل للأسرى بعدة شروط، لكن هناك نسبة كبيرة كما أشرت في استطلاع الرأي لدى الإسرائيليين تفوق 50، ربما وصلت إلى 54 وفي بعض المناطق إلى 59% تطالب بوقف الحرب وإطلاق. وبالتالي هناك ضغط داخلي وهناك ضغط دولي وهناك مسارات تجري عليها هذه المفاوضات والمباحثات، ونحن في سباق مع الزمن، لأنه من جهة أخرى إسرائيل نتيجة هذه الضغوطات تعرف أيضا أن ساعة الرمل تنفذ منها، ولذلك تضغط عسكريا. بالأمس لدينا تسجيل صوتي بين ضابط الارتباط لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ومدير مستشفى الشفاء طالبه فيها بإخراج المرضى والأطباء في سيارات إسعاف وإخراج المواطنين العاديين الذين كانوا قد التجوا إلى المشفى من مسار آخر، وحدد له المسارات التي يمكن. هناك ضغط على 3 مستشفيات داخل قطاع غزة، مستشفى طبعا دار الشفاء، مستشفى القدس، والمستشفى الأندونيسي، حيث تزعم إسرائيل أنه مقرات القيادة والسيطرة والأنفاق موجودة تحت هذه المستشفيات، ولذلك اقتحمت القدس بالأمس وتوصلت إلى اتفاق مع مدير المستشفى الشفاء لإفراغها، وتضغط أيضا على مستشفى الأندونيسي. أعتقد أن اليوم سيكون حاسما فيما يتعلق بمسألة المستشفيات واحتلالها من قبل قوات الاحتلال بعد إفراغها والقبض على عدد
من الموجودين فيها. بالعودة أيضا إلى موضوع الأسرى الدكتور، يعني موقع أكسيوس تحدث عن إمكانية إطلاق حوالي 80 رهينة، في حين كان هناك كلام عن أن يتم إخلاء الأسرى عن بعض الأسرى بمراحل وبالتدريج. كان هناك حديث عن 6 من حاملي الجوازات مزدوجي الجنسية، حاملي الزواج الجنسية الأمريكية، وأيضا مدنيين. يعني من الحقيقة أن الأرقام تتراوح، يعني نعم. قبل 4 إلى 5 أيام كان هناك حديث عن 10 إلى 15، وهو أمر رفضته إسرائيل بشدة، وحتى الولايات المتحدة ضغطت لزيادة هذا العدد. أيضا كان هناك مطروحا 50 من الرهائن، ارتفع العدد الآن إلى 80، وأعتقد أنه إسرائيل تمارس ضغطها العسكري والولايات المتحدة من جهة أخرى لرفع عدد هؤلاء. ربما تحدثت في كان هناك حديث بالأمس عن عشرات، ربما يصل إلى 100، الرقم ارتفع أيضا إلى 100، مقابل إدخال يعني كثير من المواد بما فيها مواد الطاقة. الآن بعد أن احتلت إسرائيل المستشفيات لم يعد هناك هذا المبرر السخيف الذي كانت يعني تحمله إسرائيل، أن هذه الوقود يأتي يذهب إلى حماس. أعتقد أنه سقط ولم يعد له مبرر على الإطلاق، وبالتالي جردت إسرائيل من الذرائع الواهية والمبررات الكاذبة التي كانت تمنع بها دخول بعض المواد، وخاصة مواد الطاقة وإعادة الكهرباء إلى المواطنين. الصفقة تسير، لكن التعنت الإسرائيلي ما يزال موجودا. هو نعم. يعتقد أنه بمزيد من الضغط العسكري يمكنه أن يحرر عدد أكبر من الرهائن. يعني في سياق ما تفضلت به دكتور سمير، يعني سأشمل سؤالي وأترك الكلام لك، إلى أي مدى نلاحظ أن هناك تراجع من قبل نتنياهو؟ قال لا وقف لإطلاق النار قبل إطلاق كل الرهائن. هناك أيضا من يأخذ على نتنياهو من مسؤولين رفيعي المستوى إسرائيليين بأنه كان يجب عليه البدء بالمفاوضات حول إطلاق الرهائن قبل العملية العسكرية. وماذا عن الوقود؟ الكلام لك، تفضل. يعني لا يمكن تفسير موقف نتنياهو إلا في ضوء يعني تدهور شعبيته في الشارع الإسرائيلي. نفس المعهد الذي أشرت إليه لازار كان قد أشار إلى أن شعبية نتنياهو وصلت إلى حوالي 24% في مقابل 46% لبيني جاتس، اللي هو كان وزيرا للدفاع السابق ويرأس يعني حزبا آخر. الليكود أيضا تدهورت نسبته في الكنيست إلى حوالي 24 مقعد، بينما يحظى حزب جانتس بحوالي 42 مقعد. وبالتالي ويعرف نتنياهو تماما أن فور إنهاء هذه الحرب سيحول إلى لجنة تحقيق على تقصيره في هذه الحرب، ولكن هو أيضا يواجه 3 قضايا فساد داخلية. وبالتالي كل تفسير موقف نتنياهو وتصعيده، هو يشتري الوقت من جهة، وهو يحاول أن يظهر وكأنه يعني يقود هذه العملية ربما لتحسين وضعه الانتخابي، لكن أنا أعتقد لا مفر نتنياهو يعني مصيره إلى يعني مستودعات التاريخ، إن لم نقل مزبلة التاريخ، نتيجة الإجرام الذي ارتكبه في كثير من المواقف وخاصة في هذه الحرب وجرائمه. وبالتالي هو يعني نفهم لغته المتشددة أكثر على ضوء أنه يشتري الوقت من جهة، وأنه يخشى من جهة أخرى أن يحول إلى تحقيق مصيره في النهاية إلى يعني خرج من الساحة السياسية، إن لم نقل إلى أماكن يعني لا تليق حتى بأي سياسي. طبعا هناك الكثير لنتحدث عنه ربما في اللقاءات المقبلة. من القاهرة كان معنا رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور سمير غطاس، شكرا لك على هذه المشاركة. خلال مؤتمر صحفي استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تطلع السلطة الفلسطينية الحالية بدور في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب في غزة، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته للقضاء على كل عناصر حماس. من يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة إلى آخر مسلح. كما شدد نتنياهو على أنه لا يكون هناك أي وقف لإطلاق النار في غزة من دون عودة كافة المحتجزين الإسرائيليين
الإسرائيليين، موضحا أن مفاوضات عودة المحتجزين ستستمر وسيتم إطلاع عائلاتهم عند التوصل إلى شيء ملموس حيال ذلك. نتنياهو قال إن الجيش أكمل تطويق مدينة غزة شمال القطاع ويعمل حاليا في قلب المدينة وضواحي مستشفى الشفاء، وأن القوات الإسرائيلية قتلت العديد من المسلحين بما في ذلك كبار قادة عملية 7 أكتوبر. המלחמה נגד חמאס דאש מתקדמת במלוא עוצמתה. الحرب ضد حماس ستستمر بقوتها ولها هدف واحد أن ننتصر، ولا بديل للانتصار. سندمر حماس وسنعيد مخطوفينا. قواتنا أتمت محاصرة غزة وهي موجودة على مشارف مستشفى الشفاء، وقد قتلوا العديد من المخربين ومنهم قادوا ذلك الهجوم الفظيع في 7 أكتوبر. لقد فقدت حماس سيطرتها على القطاع ولا مكان لهم ليختبئوا فيه. حماس لا تستحق الحياة، وقواتنا تصيبهم فوق الأرض وتحت الأرض. سوف نستمر بكامل قوتنا حتى الانتصار. قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني في اتصال مع قناة الحدث أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لإبقاء الصراع قائما لمنع الفلسطينيين من نيل حقوقهم، وأشار الهباش إلى أن عدم التوصل لسلام سيؤدي إلى غياب الاستقرار في المنطقة. ما قاله نتنياهو الآن في هذا المؤتمر الصحفي يؤكد أن نتنياهو فقط يقدم وصفة ويتبنى سياسة ستبقي الصراع قائما ومستعرا، بمعنى أنه لا يريد سلام، لا يريد الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، لا يريد للشعب الفلسطيني أن يتخلص من الاحتلال، يريد احتلالا إلى الأبد. معنى ذلك أنه ستكون هناك مقاومة إلى الأبد. استمرار الاحتلال هو الوصفة الأكثر مناسبة لاستمرار المقاومة. استمرار الاحتلال هو سبب غياب السلام. استمرار الاحتلال معنى ذلك أنه لن يكون هناك أمن ولا استقرار ولا تعايش في أي وقت من الأوقات. وللوقوف عند آخر التطورات المتعلقة بمربع المستشفيات الأربع لا سيما مستشفى الشفاء، ينضم إلينا من هناك الصحفي خضر الزعنون. أهلا بك خضر معنا في هذه التغطية المستمرة. آخر المعلومات التي وردت بأن الجيش الإسرائيلي هو على بعد 100 متر فقط من مجمع الشفاء، من مستشفى الشفاء. آخر المعلومات، كيف هو الوضع وكيف تنقل لنا مشاهداتك؟ اهلا بك ولكل المشاهدين. بصراحه يتعرف الان محيط مستشفى الشفاء وعلى مطلوب منه يعني نقص يعني مجد عليه علي تعلق المستمعين. نعم نعم بالصوت الخفاء. دعنا خضر نسمع نعم صوت الرشاشات والقذائف ونعود اليك تباعا. ربما هدأ صوت المدافع يعود من جديد بنفس الكثافة.
إذن مشاهدينا نتابع سويا صوت المدافع والقذائف والرشاشات في مربع الشفاء. نعود مجددا إلى زميل خضر. خضر، هذه الاستهدافات من القوات الإسرائيلية هل كانت نتيجة لاشتباكات أم أن القوات الإسرائيلية هي توجه مدافعها نحو المربع؟ بصراحة لم تسمع أي من الطلقات النارية، فقط ما سمعناه بشكل مفاجئ هو ضربات من المدفعية الإسرائيلية على هذا المكان، حيث أكثر من 10 قذائف متزامنة ومتتالية سقطت على هذا المكان، وأيضا منازل مجاورة. إحدى القذائف المدفعية أصابت مبنى قسم القلب القديم وهو مهجور، لا يوجد به يعني أي من المرضى في هذا القسم. هذا القصف على المشفى نفسه أو في محيط المشفى؟ نعم، هو في محيط المستشفى وأيضا على أحد الأقسام، هو قسم القلب ولكنه غير مأهول، هو مهجور. نعم. قديم جدا، يقع في الجهة الغربية من مستشفى الشفاء. تعرض لنحو 3 قذائف على الأقل من المدفعية الإسرائيلية، وأرى الآن بصراحة زميلتي نعم يعني ألسنة اللهب والنيران تتصاعد من المكان، وأيضا تتصاعد سحب دخانية سوداء كثيفة من هذا المكان، ولعلها هي ملاصقة جدا هذه البناية أيضا التي تعرضت للقصف، ملاصقة جدا لمستشفى الشفاء، وأيضا هذا المبنى هو داخل المستشفى تعرض أيضا لقصف من المدفعية الإسرائيلية. كل ذلك يتم أيضا مع أصوات، أيضا هناك اشتباكات نسمع الآن في محيط المستشفى وخاصة من الجهة الجنوبية، حيث تتوغل الآليات العسكرية الإسرائيلية في تلك المنطقة، وسط أيضا كثافة نارية يعني غير طبيعية، وأيضا إطلاق القذائف من الدبابات الإسرائيلية، وبين الفينة والأخرى يتدخل أيضا طيران الحرب الإسرائيلي ويقوم باستهدافات يعني مختلفة لمحيط هذا المستشفى الذي اشتباكات بين من ومن. خضر، نحن نشاهد سحب الدخان التي تحدثت عنها، هناك إطلاق مدفعية. نعم نعم، ماذا بالنسبة للاشتباكات؟ تفضل. نعم، الاشتباكات والتي يصاحبها قصف مدفعي هي الجهة الجنوبية من مستشفى الشفاء، يعني في محيط المستشفى أي على ما يبدو بين المقاومين الفلسطينيين وأيضا الجيش الإسرائيلي الذي يستخدم كثافة نارية غير طبيعية في هذا المكان. نتمنى أن تتوخى الحذر خضر. نعم، هناك بعض الشظايا وبعض أيضا الحجارة التي تطايرت من هذا المبنى هي وصلت إلينا ووصلت إلى النازحين على المدخل الرئيسي لهذا المستشفى، والذي نقف نحن الآن يعني على مقربة قريبة جدا من عملية القصف التي نراها بأعيننا. وهنا بصراحة زميلة حالة من الخوف تنتابع أسر الفلسطينيين والعائلات، وغالبيتهم هم من الأطفال يتواجدون يحاولون أن يجدوا مأمن، ولكن بصراحة لا يوجد مأمن في هذا المكان. هنا فعلا استهدافات متتالية وبثت حالة من الرعب والخوف والذعر. القوات الإسرائيلية كانت طالبت بإخلاء هذه المشافي، هل فعلا تم إخلاؤها؟ يعني صراحة لم يتم الإخلاء، لأن عملية الإخلاء هي محفوفة بمخاطر جمة، يتم استهداء أي من النازحين أو المواطنين الذين يقترب من البوابات الرئيسية وخاصة في الجهة الشرقية، وهي هذه البوابات مفتوحة، ولكن المسيرات تستهدف أي مواطن أو حتى في الوقت الحالي الدبابات التي باتت على مقربة جدا من هذه البوابات الرئيسية وخاصة في المنطقة الشرقية، يتم استهداف أي مواطن أن يتحرك. أنا الآن يعني أشاهد كل ساحة مستشفى الشفاء أمان، ولا يوجد أي من المواطنين أو الأطباء يتحرك في هذه الساحة، لأن عملية التحرك بصراحة زميلتي محفوفة بالمخاطر، وقد يتعرض إما لاستهداف المباشر من القناصة وهي طائرة الكواد كوبتر المسيرة الإسرائيلية، أو بشظايا الصواريخ المدفعية أو صواريخ الطيران الحربي الإسرائيلي الذي يدق ويضرب في هذا المكان. نعم، وبالتالي نسمع كثافة الرصاص مع سحب الدخان التي تتعالى فوق المكان، لا سيما في محيط مستشفى الشفاء وبعض الأقسام منها قسم القلب الذي كان مهجور، أبنية ملاصقة للمستشفى. كما أيضا حدثنا زميل خضر بأن ليس هناك يعني لعلك تستمعين زميلتي. نعم. لعلك تستمعين، تجدد القصف المدفعي أيضا وضرب أيضا في نفس المربع ونفس المكان في الجهة الغربية من مستشفى الشفاء، والتي يعني تتصاعد منها الآن ألسنة اللهب والدخان. لعلك تستمعين الآن إلى هذه أيضا القذيفة التي تطلق في هذه اللحظات
من المدفعية الإسرائيلية، وبات المواطنون بصراحة هنا زميلتي يعيشون ظروفا أيضا صحية وطبية وإنسانية صعبة نتيجة انقطاع التيار الكهربي بشكل تام عن المستشفى. هناك أقسام حيوية بداخلها يعني مرضى ومصابين وجرحى يعني موصولون على أجهزة التنفس. تم الإشارة إلى أن هناك ما يفوق 500 مريض وجريح داخل المستشفى ما زالوا في داخل المستشفى، بالإضافة إلى النازحين هناك 14,000 نازح. هل قام البعض بمغادرة مستشفى الشفاء قبل يعني هذا القصف المركز والقريب جدا؟ بصراحة زميلتي منذ يومين أو ثلاثة أيام منذ محاصرة المستشفى يحاول مواطنون ونازحون الخروج والهروب يعني بأنفسهم من أمام مستشفى الشفاء وتحديدا من البوابات الشرقية باتجاه شارع الوحدة، ولكن يتعرضون إلى عمليات قنص من المسيرات الإسرائيلية، ومنهم من سقط ضحية ولا زال ملقى في الشارع أمام المستشفى وأيضا في شارع الوحدة القريب من المستشفى، وبعض الجثث يعني تمكن عدد من المواطنين بصعوبة انتشالها وجلبها إلى داخل المستشفى من على بوابات المستشفى وهي مكدسة حاليا أمام المستشفى، هذه الجثث والجثامين للضحايا الذين سقطوا بسعال الرصاص أو بسعال القذائف الصاروخية في الإسرائيلية. هنا بصراحة زميلتي يعني بصراحة حالة مأساوية، مستشفى الشفاء يعيش كارثة طبية وصحية وإنسانية وأيضا بيئية، حيث أن القمامة والزبالة عزكم الله تتكدس يعني أكوام أكوام داخل ساحة هذا المستشفى حيث لا هذا أكيد. دعنا نركز على تقدم الأليات والمدفعية الإسرائيلية، يعني هناك أيضا معلومات أشارت إلى أنها أصبحت على مقربة أمتار من مجمع الشفاء تحديدا من المستشفى، وهنا طبعا نتحدث عن القوات الإسرائيلية. ماذا عن هذه الأليات؟ هل هي تتقدم شيئا فشيئا؟ بالفعل يعني منذ ساعات صباح هذا اليوم أو الصباح المبكر لهذا اليوم 37 من الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، تقدمت الدبابات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي من أكثر من جهة هنا في محيط مستشفى الشفاء، حيث من الجهة الجنوبية تقدمت الدبابات من مفرق الاتصالات وباتت الآن على بعد عشرات الأمتار وهي تتمركز الآن أمام مدرسة الكرمل أو ما يعرف بمركز الترخيص، مبنى مركز الترخيص التابع لوزارة النقل والمواصلات، وأيضا من الجهة الشمالية تتمركز القوات الإسرائيلية والدبابات والآليات على بعد عشرات الأمتار، تجاوزت يعني شارع الشفاء وتجاوزت عفوا منطقة برنامج الأمم المتحدة اليون دي بي ومستشفى الحلو وتقدمت باتجاه البوابة الجنوبية وأيضا الشرقية لمستشفى الشفاء، وباتت تبعد نحو 100 مترا بالفعل أو أقل عن عشرات الأمتار هذه الدبابات، ونلاحظ أننا من بعض الشرف من هنا نشاهدها يعني بالعين المجردة، وأيضا في المنطقة الجنوبية الغربية من مستشفى الشفاء تتواجد الآليات العسكرية ملاصقة لقسم مبنى الولادة والتي تقدمت من مفرق دوار حيدر عبد الشافي ومنه إلى مفرق العباس أو مركز العباس، وتتواجد حاليا على مقربة قريبة جدا من قسم الولادة الذي يعني يحاصر في هذه اللحظات، ومستشفى الشفاء بصراحة من مختلف الجهات حاليا في ضوء أيضا تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية والتي هي الأخرى أيضا تشارك بعملية إطلاق النار على أي هدف يتحرك، لعلك تسمعين إلى الاشتباكات. نعم حتى قبل ذلك كان هناك استهداف للطابق الخامس قسم الولادات حيث توفيت امرأة في هذا المشفى مشفى الشفاء. كنت قد حدثتنا سابقا بأن هناك ثلاثة محاور تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، هل هناك أي معبر يعني للخروج منه أم هناك تطويق كامل اليوم من قبل القوات الإسرائيلية لهذا المربع؟ يعني المكان الوحيد الذي هو يعني مفتوح ولكنه بصعوبة جمة يستطيع أي إنسان يتحرك فيتم استهدافه هو فقط المنطقة الشرقية من هذا المستشفى، ولكن كل إنسان أو هدف يتحرك يتم قمصه إما بالمسيرات الإسرائيلية أو إطلاق النار من قبل الدبابات التي باتت على مقربة من هذا المستشفى. نعم. وأحد المواطنين يقول لي أن يعني انفجرت بالقرب منه قذيفة من المدفعية الإسرائيلية ولكنه نجا بأعجوبة، هذا أحد المواطنين الذين يعني هو ضمن عمال مستشفى الشفاء الذي قال ممكن تقول سوسار يعطيك الصحة إيش صار بالضبط حبيبي أنا بتوجع في قسم الولادة لكي أجيب طعام للأطفال والطحين موجود غير هناك هناك استهداف لي في قذيفة
طيب. الحمد لله اني انا جيت رب طيب. العالمين. بالضبط ليش كان هذا انت عرفت انه ايش استهدفه؟ عشان اي شخص بيتحرك غادي في المناطق المفتوحه باسم الولاده وباتجاه الولاده بالذم السجاف. تمام شكرا جزيلا الحمد لله على السلامه. لعلك سمعت دليل احد المواطنين والذي وصل الى المبنى الذي انا تواجد به بصعوبه وهو كان بقسم بعيد يعني يبعد حوالي 50 مترا عن القسم الذي اتواجد به ونجا بعجوبه وتحدث اليكم على الهواء مباشره انه يعني كان يمكن ان يكون من ضمن الضحايا في هذا القصف الاسرائيلي. نعم خضر. على مقرب ايضا من الاليات العسكريه الاسرائيليه التي تحيط بمبنى قسم الولاده داخل مستشفى الشفاء. اذا يعني هناك حزام من نار من قبل الجهات الثلاثة من قبل القوات الإسرائيلية شمالا جنوبا وشرقا، وهناك صعوبة في استخدام يعني المعبر الوحيد أو المدخل الوحيد وهو من ناحية الشرق. نعم نعم بالفعل زميلتي هو من ناحية الشرق وهناك صعوبة ومخاطر جمة تتابع المواطنين حال تحركهم أو سلوكهم هذا المسلك أو هذا الطريق المؤدي تحديدا إلى شارع الوحدة الرئيس المدخل الرئيسي الذي تمر من خلاله الآليات يعني الإسعافات والمركبات وكل حركة المواطنين باتجاه مستشفى الشفاء أو الخروج منه هو شارع الوحدة الرئيس. هذا الشريان الحيوي أصبح الآن يعني حياة المواطنين فيه مهددة بالخطر حال سلكوا هذا الطريق وتوجهوا إلى أماكن بعيدة عن مستشفى الشفاء. أيضا زميلتي أريد أن أتحدث إلى جانب إنسانيا يعني هو بصراحة صعب. بعض المواطنين لا يجدون شربة ماء أو مأكل هو ويتقاسمون نصف لتر من المياه على الأقل 10 من الأطفال أو 10 من المواطنين يحاولون تقاسم هذه الزجاجة المائية. نعم حتى أنه انعدم وجود الحليب بالنسبة للأطفال خضر كما تبعنا من تقارير. نعم وحولي أيضا الكثير من المدخنين الذين هؤلاء يستيقظون على فقط أن يشربوا السيجارة وأحد المواطنين لديه يعني سيجارة يتقاسمها على الأقل 10 من الرجال الذين يتقاسمون سيجارة في ظل شح هذه المادة للمدخنين والذين هم يتضورون يعني نفسا لهذه الدخان الذي أصبح أيضا مادة نادرة. نعم خضر. نعم خضر نعود إلى الميدان ونتحدث إذا ما كان هناك من اشتباكات حيث سمعنا اطلاق رشاشات. نعم اطلاق النار بصراحة زميلتي لا يتوقف ولو حتى في هذه اللحظة يعني نوع من الهدوء بعد عاصفة من القذائف المدفعية والاشتباكات العنيفة. على اي محور خضر هناك اشتباكات؟ هو نعم كان بشكل مركز عملية الاشتباكات كانت في المنطقة الجنوبية في محيط مستشفى الشفاء ولكن عملية القصف كانت أيضا في المنطقة الجنوبية وأيضا الغربية من المستشفى حيث تساقطت العشرات من القذائف المدفعية وأيضا قصفت هذه المنطقة على الأقل بثلاث غارات من الطيران الحربي الإسرائيلي. نعم لا شك أن هناك معاناة نفسية تضغط على الغزيين حيثما تواجدوا خصوصا وأننا سمعنا أكثر من مرة بأن ليس هناك من مكان آمن في كل القطاع من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. مدير مستشفى الشفاء كان تحدث خضر عن انقطاع الكهرباء الذي أدى لوفاة 8 مرضى حتى الآن من بينهم طفلان خدج. هل لديك أي معلومات عن المتواجدين من بقي داخل هذا المستشفى؟ بالفعل يعني قسم الحضانات الذي يتواجد بداخله كان نحو 37 طفلا الآن يعني بعض الخدج فقدوا حياتهم ومعلومات أو تحديثات مدير مستشفى الشفاء محمد دكتور محمد أبو سلمية كانت في ساعات مساء أمس ولكننا الآن في يوم جديد يعني فات على هذه التحديثات حوالي 12 ساعة وهناك أيضا أطفال فقدوا حياتهم وأيضا مواطنين داخل أقسام العناية المركزة فقدوا حياتهم خلال الساعات الماضية زميلتي. والوضع بصراحة فعلا في ظل انقطاع الكهرباء وتوقف العديد من الأجهزة الحيوية والمهمة داخل أقسام العناية المركزة بالفعل يفقد المصابون والمرضى أيضا حياتهم نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وتوقف الأجهزة وخاصة الأجهزة التنفس الاصطناعي بعد أن تم أيضا ضرب المركز الأساسي والوحيد هنا وهي محطة الأكسجين التي تغذي مستشفى الشفاء بعد أن تم ضربها في ساعات مساء الأمس. هل هناك من معلومات ولو تقريبية حول أعداد المرضى المتواجدين الذين ما زالوا متواجدين داخل مستشفى الشفاء؟ يعني أعداد المرضى وأيضا الجرحى والمصابين بصراحة يعني يقدر عددهم على الأقل 1000 إنسان.
زميلتي. نعم. الأعداد الكبيرة فهي للنازحين، ومنهم من ذوي هؤلاء المرضى وأيضا الجرحى والمصابين، وبعضهم عائلات يعني كانت أتت إلى هذا المستشفى طلبا للحماية، ولكن لا يوجد بصراحة مكان آمن هنا ليحتموا به، حيث أن النيران يعني كثيفة جدا، وأيضا الشظايا تتطاير يعني بالقرب منهم، وأيضا قد تصيب يعني بعضهم وبعضهم مصيبة، وبعضهم فقط أيضا ضحية هذه الشظايا والصواريخ وأيضا الرصاص الذي يطلق من وقت إلى حين. وأنت تنقل لنا خضر كل هذه المشاهدات، نحن على علم أنك متواجد في مربع نيران مدفعية الجيش الإسرائيلي. كان هناك حديث عن أن الجيش الإسرائيلي سيشارك في إجلاء الرضع من مستشفى الشفاء بغزة اليوم، كيف سيتم ذلك؟ هل فعلا هناك إمكانية لنقل هؤلاء؟ ما المعلومات المتوفرة لديك؟ بصراحة زميلتي يعني غابت المنظومة الدولية بشكل تام على مستشفى الشفاء، لا يوجد لا ممثلين عن أي منظمة دولية وخصوصا الصليب الأحمر، لا يوجد أي من الممثلين الدوليين هنا في داخل مستشفى الشفاء، والذي يعني ينقطع عن العالم بأسره وأيضا ينقطع عن قطاع غزة بأسره. هذا المستشفى الآن بات محاصرا، ولا يوجد يعني من هم يعني المفروض أن يكونوا في وقت النزاعات والصراعات وفي الحروب الذين عملهم يزدادوا في هذه اللحظات، ولكن للأسف لا يوجد، وتركوا مستشفى الشفاء وتركوا مدينة غزة التي تحاصر هؤلاء الذين يعملون ضمن المنظمات الدولية، وهذا كله مخالف للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات الأولى والثانية والثالثة والرابعة التي تضمن حقوق المدنيين وحقوق المرضى وحقوق الأسرى وحقوق الضحايا وحقوق المباني الطبية الصحية وحقوق الكوادر الطبية. هذه المنظومة الدولية غابت، لا يوجد حصانة هنا، الكل مستهدف. المنظومة الدولية ومن يتغنى بصراحة زميلتي، خليني أخرج عن عملي الصحفي ولو قليلا، المنظومة الدولية التي يتغنى بها العالم هي مفقودة حاليا، ولكن للأسف بعد قليل ربما تفصل بطارية الجوال، لأن البطارية يعني تكاد تفصل، ولكن هذه يجب أن تصل هذه المعلومات، هذه الرسائل تصل طبعا عبر منبر الحدث. نعم خضر، فنحن نتابع أول بأول، نتمنى لك السلامة ولكل الزملاء. نعم زميلتي، يجب أن تصل هذه الرسالة الحقوقية القانونية لمن يتغنون ويتشدقون بالقانون الدولي. القانون الدولي مسح وتم الدوس عليه هنا أمام مرأة ومسمع هؤلاء المدنيون وأيضا الطواقم الطبية والأبنية التي يجب أن تكون محصنة وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولكنها سحقت ولا يوجد أي من المنظمات الدولية تعمل هنا، والتي هربت يعني قبل هروب المواطنين والنازحين المؤسسات الدولية ممثليها سواء من أجانب أو مؤسسات إقليمية، هربت وخرجت قبل هروب المواطنين إلى المناطق الجنوبية من قطاع غزة، وبعضهم غادر غزة وتركها تنزف دما وتئن الآن تحت هذا الحصار الإسرائيلي، وتعيش أوضاعا مأساوية صعبة في ظل غياب المنظومة الصحية الدولية، ولا يوجد حبة دواء لهؤلاء المرضى أو الجرحى، ولا يوجد شربة ماء للنازحين، والكهرباء مقطوعة على هذا المستشفى، والمياه مقطوعة، وحياة المواطنين وأيضا المرضى والجرحى مهددة بالخطر وبالموت في أي لحظة. لا شك هناك حالة من الذهول لدى الرأي العام العالمي، هناك نوع من الصدمة وفقا لوسائل الإعلام الغربية ومن خلال متابعاتنا للمظاهرات في كبريات المدن مثل فرنسا، أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية في نيويورك، وأيضا في بريطانيا كنا نتابع هذه التظاهرات التي تناشد بوقف إطلاق النار. خضر، بالعودة إلى المستشفى، كما ذكرت مدير مستشفى الشفاء أعلن توقف معظم الأقسام عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وموضوع الوقود مرتبط بملف الأسرى، وإلى ماذا يمكن أن يتوصل الفرقاء في هذا الملف، سنكون في متابعة أول بأول لكل المباحثات الجارية على قدم وساق في أكثر من عاصمة عربية، ومع وجود شخصيات رفيعة المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا من دول أخرى تسعى لإتمام جزء ربما من صفقة إخلاء الأسرى. أيضا مدير مستشفى الشفاء تحدث عن القذائف الإسرائيلية،
التي وصلت إلى محطة الأكسجين كما تفضلت وذكرت خضر، وأكثر من مبنى داخل المستشفى. يعني حيث أنت متواجد الآن ليس هناك من حركة، لسيما كما تفضلت وذكرت بأن المدفعية، مدفعية القوات الإسرائيلية تستهدف كل المناطق على اختلافها. أيضا هناك القناصة على أسطح المباني في هذا المربع الشديد الخطورة كما أيضا ذكرت، وأيضا هناك طائرات مسيرة تحوم في المكان. نعم بالفعل. أيضا زميلتي أريد أن أضيف أنه بعض النازحين وأعداد كبيرة منهم وخاصة الأطفال يعني أصبحوا يعني من ذوي الأمراض الجلدية نتيجة عدم يعني النظافة وأيضا عدم التحميم في ظل غياب هذه المياه، وأصبحوا الآن هم في عداد المرضى والذين لا يقدم إليهم أي من الأدوية أو المراهم التي تقيهم من هذه يعني الإصابات التي يعني أصابتهم الآن، تقرحات وأيضا طفح الجلدي نتيجة الاستحمام وأيضا نتيجة يعني عدم التنظيف في ظل غياب يعني أو انقطاع المياه بشكل تام عن هذا المستشفى، حيث تتكدس العائلات هنا والأسر الفلسطينية. أضيف إلى ذلك أيضا فيما يتعلق بالحركة، هي بالفعل معدومة ومنقطعة إطلاقا في داخل ساحة مستشفى الشفاء أو في أبنيته من مبنى إلى مبنى نتيجة الكثافة النارية سواء من الطائرات المسيرة أو القصف المدفعي الذي يتم بين سينة الأخرى، خوفا يعني هؤلاء المواطنين لا يتنقلون أيضا لأنهم باتوا يدركون أنهم الآن هم في حصار. نعم. لهم التنقل، لذلك يبقون في أماكنهم ويتركون مصيرهم لله. نعم. المواطنون بصراحة هم من المدنيين زميلتي، ولا حول لهم ولا قوة، هم تحت القصف وتحت النيران ولا يمكن لهم أن يخرجوا نتيجة الكثافة النارية والحصار المضروبة على مستشفى الشفاء الذي إنه تحت وطأة الضربات الإسرائيلية سواء من الجو أو من البحر أو من البر. كما تفضلت وذكرت أيضا خضر، ساحة مستشفى الشفاء تتحول إلى ساحة رعب. بالفعل هي ساحة رعب بامتياز. لعلك تستمعين إلى هذه القصف، هو بصراحة بعيد، وربما الآن هذا القصف هو في منطقة تل الهوى إلى الجنوب الغرب من مدينة غزة، وتحديدا في محيط مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. هذا المستشفى أيضا زميلتي هو محاصر، ولا تبعد الآليات العسكرية الإسرائيلية عنه سوى 20 مترا تقريبا، وهذا المستشفى يضم أيضا آلاف من النازحين ومئات من المرضى والجرحى والمصابين داخله، وهذا المستشفى خرج عن الخدمة. مستشفى القدس هو ثاني مستشفى مهم بعد مستشفى الشفاء في قطاع غزة كله، وهو مستشفى تابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مستشفى أهلي خدماتي يتبع لجمعية خيرية، هو من أهم المستشفيات هنا، الآن بات خارج عن الخدمة بفعل انقطاع الكهرباء، وبات أيضا الجيش يحصره وبه أيضا مئات من المرضى والمصابين وأيضا أعداد كبيرة نزحوا من حوله من أهوى من أحياء وبلدات بعيدة أيضا لجوا إليه طلبا للحماية، والآن باتوا أيضا يعانون معاناة شديدة، وأيضا في المناطق الشمالية من غزة وتحديدا في مربع مستشفيات النصر للأطفال والرنتيسي للأطفال والدم، وأيضا مستشفى العيون ومستشفى الأمراض النفسية، هذه المستشفيات الآن خرجت عن الخدمة. نعم. من أمور صعبة في ظل الحصار الإسرائيلي والقصف المتواصل. أقول لك بصراحة، هل لديك معلومات خضر يعني عما يجري باستثناء مستشفى الشفاء كما تابعنا معك أول بأول، ماذا بالنسبة لبقية هذه المستشفيات الثلاث في نفس المحيط؟ نعم أنا أقول لك كل المستشفيات هي بصراحة تقع في المنطقة الغربية والشمالية والجنوبية من مدينة غزة، أي بالمنطقة الغربية سواء من منطقة الشيخ رجلين جنوبا أو أقصى جنوب مدينة غزة إلى منطقة حي الشيخ رضوان وحي النصر إلى الشمال أو أقصى شمال مدينة غزة، هذه المناطق هي التي تقع بداخلها المستشفيات الحيوية والخدماتية، وهذه المنطقة تعتبر منطقة عسكرية يعني لدى الجيش الإسرائيلي، وباتت الآن هي تحت عمليات الاقتحام والتوغل للجيش الإسرائيلي، وأي إنسان يتحرك في تلك المنطقة هو عرضة للنيران الإسرائيلية، حتى زميلة سيارات لا تتحرك، لا نستمع لأصوات سيارات الإسعاف، غابت صافرات الإنذار التي كنا نستمع إليها في كل لحظة تأتي إما بجريح أو مصاب أو أيضا ضحية أو مريض أو إنسان أي إنسان ذوي حاجة. نعم نعم خضر، دعنا نستمع لعودة الاشتباكات بهذه الغزارة من جديد. نعم بالفعل، فهي لا تتوقف، يعني أتحدث إليكم وأنا نحن نعم. تحت
تحت القصف وتحت الضربات النارية. أنا أتحدث إليك وبصراحة كله في محيط مستشفى الشفاء وأيضا في المناطق الغربية من مدينة غزة. هذه المنطقة التي تعتبر ساحة حرب للجيش الإسرائيلي الذي يواصل عمليات الضرب سواء من الجو أو من البحر أو من الدبابات الإسرائيلية وأيضا من الطائرات الكواد كابتر والمسيرات الإسرائيلية بمختلف أنواعها والتي لا تتوقف. فبين الفينة والأخرى يعني نستطيع نحاول أن يعني نلتقط أنفاسنا ولو للحظة جديدة قليلة جدا لدقائق معدودة، ولكن بصراحة لا نتمكن. فشدة النيران وغزارة هذه النيران بصراحة لا تتوقف عن المكان الذي نحن نتواجد بداخله. نعم خضر، نحن نتابع بالصورة سحب الدخان في مربع مجمع الشفاء الطبي. من لم يقضي كما تفضلت وذكرت من استهدافات المدفعية الإسرائيلية والصواريخ والقذائف قد يموت أما نتيجة للجوع والأمراض والأوبئة وانعدام الحليب والكثير من الأمور الأخرى التي يعيشها الغزيون في ظل هذه الأوضاع التي أقله ما توصف بالكارثية. نعم بالفعل الأطفال بصراحة وهم بعضهم أمامي يعني يتضورون جوعا، لا يجدون لا شربة ماء ولا أيضا رشفة حليب يعني ليسد رمقهم، وأباؤهم وأمهاتهم لا حول لهم ولا قوة، لا يستطيعون أن يفعلوا لهم أي شيء. هؤلاء الأطفال البؤس على وجوههم، وجوههم أصبحت شاحبة، تغيرت ملامح وجوههم، حتى الآباء حتى الأمهات وجوههم شاحبة، وبعضهم من خرج من تحت الركان. يعني أحد المواطنين جاء لي ببعض الشظايا، ولعلك تستمعين زميلتي لهذه الشظايا التي فيها أحد المواطنين على أبلاط هذا المستشفى أو في مقدمة مستشفى الدخان التي ترتفع في منطقة مربع المشافي. نعم هذه السحب وأصوات الانفجارات هي ناجمة عن القصف المدفعي الإسرائيلي، وهذه السحب هي تحديدا في المنطقة يعني الغربية من مبنى الطوارئ في مستشفى الشفاء والتي تعرضت لغارات وقصف مدفعي. نعم خضر، وأيضا طلقات نارية غير طبيعية غزيرة جدا وكثيفة وعنيفة. أيضا في المنطقة الجنوبية من المستشفى هناك اشتباكات متصلة ولا تتوقف بين الجيش الإسرائيلي وبعض المقاومين الفلسطينيين الذين يعني يواجهون هذا الجيش الإسرائيلي بترسانته الكبيرة ببعض ما لديهم من إمكانيات محدودة. يواجهون هذا الجيش الإسرائيلي الذي يمتلك ترسانة غير طبيعية أمام بضعة عناصر من رجال المقاومة الذين غالبيتهم يصنعون بكتاب القسام الجناح المسلح لحماس. هؤلاء يواجهون الجيش الإسرائيلي بما لديهم من إمكانيات متواضعة، ونستمع بوضوح إلى أصوات الطلقات النارية. أنت تتحدث هنا خضر عن المحور الجنوبي أليس كذلك فيما يتعلق بالاشتباكات؟ نعم بالمحور الجنوبي من مستشفى الشفاء وهي منطقة منطقة قريبة من تل هو أيضا الجبال الجنوبي. نعم في حين القوات الإسرائيلية تطوق كل المداخل الأخرى جنوبا شمالا وشرقا وغربا وغربا. نشكر لك كل هذه يعني المشاهدات، نتمنى لك السلامة ولكل الزملاء وتوخي الحذر، وسنعود إليك تباعا في نشراتنا المقبلة وأيضا في متابعة لهذا المشهد. ينضم إلينا من واشنطن الباحث في الشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية إيهاب عباس. أهلا بك أستاذ إيهاب مرة جديدة في هذه التغطية المتواصلة لقناة الحدث حول أحداث. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.